التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا يسير على بركة الله وتوفيقه شوطنا الخامس عشر في مجمل أشواط صباحية هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان للإذاعة المحليات الإذاعة. نسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول وأتابع المقدمة والصدارة الأولى، وهنا اللي يتقدم على مقدمة هذا الشوط ها هو عزام لسهيل بسالم بن مطر بن حاث الافتبي، بينما في المركز الثاني وأشوف هنا وأتابع شاهين لمحمد بن أحمد بن خليفة بن حميدان يأتي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث وفي المركز الثالث هذا منذر لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي رعسدي ومتواجدا مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع يأتينا مشاهدين الأعزاء ملبي لمحمد بن فالح بن سيف الشامسي يتقدم مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس شاهين لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيلي مع المركز الخامس، بينما في المركز السادس وفي المركز السادس ياتينا مشاهدينا الاعزاء اللي هو زيزوم لسيف بن مبارك بن هواش الخيلي، وسابعا ياتي الغرم لقرين بن علي بن قرين العامري اللي يتقدم مع المركز ايضا الثامن في هذه الانطلاقه، بينما في المركز التاسع وفي المركز التاسع مياس لاحمد بن سالم بن علي بن مصبح بن صميط، بينما في عاشر المراكز ياتينا مشاهدينا الكرام الوسمي لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي. هكذا مشاهدينا الكرام نتيجتنا للعشر المراكز الاولى التي تسير بناموس هذا الشوط. عوده الى المقدمه، عوده الى المركز الاول والصداره الاولى. عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وها هو الآن مسيطر أمامكم في مقدمة الشوط ها هو شاهين لمحمد بن أحمد بن خليفة بن حميدان اللي متصدر الجميع في مقدمة الشوط وفي المركز الأول، بينما في المركز الثاني أرى الوصول والانطلاق على ثاني التحديات. ياتي هنا عزام السهيل بن سالم بن مطر بن حاث الكتبير عمطيل متواجدا على المركز الثاني، اما في المركز الثالث ياتي هنا منذر لعبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع على الاسم القادم سيف بن هواش الخيلي غادم مشاهدينا الاعزاء يقدم لنا زيزوم، بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس من الجانب الاخر اللي هو ملبي لمحمد بن فالح بن سيف الشامسي يتقدم مشاهدينا الاعزاء مع خامس التحديات. هكذا مراكزنا الاولى، هكذا التحديات مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، بينما كمية هائلة من الشعارات اللي مختلفة بألوانها الحاضرة في هذا اليوم لتتنافس من أجل شرف الفوز والانتصار مع تحديات التمهيد الأول وافتتاحية التمهيد في ميادين مدينة دبي لسباقات الهجن في الميادين. عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، إلى شعار بن حميدان مع شاهين اللي مسيطر في مقدمة الشوط، وفي المركز الأول محمد بن أحمد بن خليفة بن حميدان على المقدمة الأولى على المركز الأول يا سلام، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني الآن يتقدم عزام وتحت العزايم غنايم يا رعم طيل سيل بسالم بن مطر بن حاث الكتبي يتقدم نحو المركز الثاني، بينما في المركز الثالث شاعر حواس الخمسة يصل مشاهدين الأعزاء ليقدم لنا الوسمي وسلالة الوسمي العريغ تتقدم مشاهدين الأعزاء مع سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع ياتينا هنا منذر عبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي، بينما في المركز الخامس وفي المركز الخامس ياتي هنا ملبي لمحمد بن فالح بن سيف الشامسي يحتل المركز الخامس. هكذا المراكز الاولى الثمانية 100 متر الاخيره، يلا السلامات الى وين؟ السلامات اين سيتحدد مصيرها؟ ما بين هؤلاء الاسماء والشعارات اللي متواجده ومسيطره على الكادر الاعلامي، لكن بن حميدان هو المصر بالسيطره في مقدمة الشوط في المركز الأول مسيطر منذ بداية الانطلاقة وحتى الآن كما تشاهدون شاهين محمد بن أحمد
بن خليفة بن حميدان على مقدمة الشوط، ولكن تحرك عزام، تحرك عزام وصدر تعليماته بنايف على انطلاقة عزام في مقدمة الشوط. في المركز الأول سهيل بن سالم مطر بن حاذ الاكتبي، ولكن حذاري من الوسمي، حذاري من الوسمي اللي وصل الوسمي وغير وتسلل إلى مقدمة الشوط. سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مثل ما يقول في أبياته. ولكن الله، شوف شوف هنا أيضا محرض، محرض اللي غير، غير وتسلل إلى مقدمة الشوط. راشد بن علي بن نويصر المنصوري اللي تسلل في الأمتار الأخيرة، تهانينا يا بن نويصر على هذا النصر اللي حقق لنا محرض، تهانينا لراشد بن علي بن نويصر المنصوري. المركز الثاني الوسمي لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. المركز الثالث وصل فيه اللي هو شاهين لمحمد بن أحمد بن خليفة بن حميدان. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني، عطنا 6 دقائق و17 ثانية. تهانينا والناموس لمالك محرض راشد بن علي بن نويصر المنصوري، تهانينا لجميع الفائزين.